أهلا بكم مشاهدينا إلى الساعة الأخيرة، أصحابكم فيها أنا جمال عز الدين وتتابعون فيها. الرئيس الجزائري المؤقت يدعو إلى التحلي بالثقة لبناء نظام سياسي جديد وتواصل الاحتجاجات رفضا لتنصيبه. وفي السودان تواصل الاحتجاجات والمعارضة تدعو الجيش للحوار من أجل انتقال سلمي للسلطة. في ليبيا قوة حكومة الوفاق تتقدم خارج العاصمة طرابلس وتقصف مواقع لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وعلى انتخابات البرلمان العام الإسرائيلي نتنياهو يعلن انتصارا واضحا ويؤكد عزمه بدء إجراء الاتصالات لتشكيل الحكومة. ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، ومتابعة للتطورات السياسية في الجزائر ننتقل الآن مباشرة إلى هذه النافذة مع الزميل كمال علواني من الجزائر. إليك كمال. كمال هل تسمعني؟ يبدو وأن الزميل كمال لا يسمعنا. إذن عقب تكليفه رسميا بمهام الرئاسة، دعا رئيس الدولة الجزائري المؤقت ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح دعا للتحلي بالمسؤولية خلال الفترة الانتقالية. وقال بن صالح أنه عازم على تأسيس هيئة وطنية لتنظيم انتخابات نزيهة، كما تعهد باحترام الأجال الدستورية وتسليم مهامه للرئيس المنتخب بعد انقضاء 90 يوما. إنني عازم بالتشاور مع الطبقة السياسية والمدنية والمواطنية على القيام من باب الأولوية والاستعجال بإحداث هيئة وطنية جماعية سيدة في قراراتها تعهد لها مهمة توفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شفافة. إذا نعود إلى زميل كمال العلواني من الجزائر وهذه النافذة، يبدو أن كمال يسمعني الآن. إليك كمال. أسمعك بالفعل، شكرا لك. باشر عبد القادر بن صالح اليوم مهامه كرئيس للدولة لمدة 90 يوما وفق بروتوكولات ليست كلها البروتوكولات التي عادة ما يحظى بها رئيس الجمهورية، ولكن برز جانب منها اليوم عندما تولى مهامه ووصل إلى مكتب الرئيس. الآن كل الأنظار تتجه إلى الشارع بعد الامتعاض الذي أبداه هذا الشارع اليوم احتجاجا على تعيين عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة الجزائرية وفق السيناريو المادة 102 من الدستور الجزائري. حشود غاضبة في شوارع العاصمة، تنصيب عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد استفزه. منذ أسابيع يرفعون شعارات تطالب برحيل بن صالح مع شخصية أخرى محسوبة على نظام بوتفليقة، لكن بن صالح لا يرحل بل أصبح رئيسا للدولة يسير شؤونها ولو مؤقتا. سيشرف هو والحكومة الموروثة عن بوتفليقة على تنظيم انتخابات رئاسية يخشى المعترضون أن تكون على المقاس.
ما يرفضه الشعب الجزائري هو تبعات المادة 102، من بينها أن بن صالح هو يترأس الدولة في فترة وجيزة لا يكون فيها يعني وقت كافي لتنظيم أطر انتخابية شفافة، هو رمز من رموز النظام السياسي الحالي وبالتالي هو مرفوض لأن من أفسد لا يمكنه الإصلاح، وبالتالي أنه بما أن ضمننا أنه ذهاب الرئيس حدث في إطار دستوري حدث في سلمية وليس في همجية، أظن أنه حان الوقت أنه يعني كل من بن صالح وبلعيز وبدوي لبوا إرادة الشعب من خلال الاستقالة. طلبة غاضبون في الشوارع، الشرطة هذه المرة لم تكتفي بالمشاهدة، بخراطيم المياه رشتهم. اليوم تنصيب بن صالح كرئيس للدولة هو يعني يؤجج الشارع أكثر ويعطي دافع كثير للشارع الجزائري للضغط، ويعني هذه الجماعة اللي متعنتة بيتمسك في المنصب يعني ما عليها إلا الاستسلام يعني الشعب الجزائري، إن الشعب الجزائري لن يتراجع لأنه قرر منذ 22 ولن يعود إلى يعني المواطنين لن يعودوا إلى منازلهم إلا بذهاب كل يعني هذه الزمر البوتفليقية. خرج الطلبة في ساحات العاصمة وفي مدن أخرى خرج الغاضبون. احتجاجات الأسابيع الماضية أسقطت الرئيس لكن شبحه ما زال يخيم على البلاد. رموز المرحلة البوتفليقية ما زالت تتصدر الصفوف الأمامية للمشهد السياسي، وهنا ينتظر الغاضبون في الشوارع قولا فصلا من الجيش، وهو من تعهد مرارا وتكرارا بالوقوف إلى جانب الشعب، إن لم يفعل فالجمعة ستكون للخروج الكبير. مباشرة بعد الإعلان عن تنصيب عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للجزائر خرج المئات في تظاهرات هنا في ساحة البريد المركزي في العاصمة الجزائرية. صلاح الدين مقعاش، العربي، الجزائر. وينضم إلينا أمين عريب عضو مجلس السياسي في حزب جيل جديد، مرحبا بك. طيب الآن ما هو الحل؟ الشارع يمتعض، عبر عن رفضه مرة أخرى لعبد القادر بن صالح، ما هي السيناريوهات الممكنة؟ أعتقد أن في ألف سيناريو يعني الشعب سيواصل ضغطه حتى رحيل جميع العصابة. بن صالح يمثل رمز من رموز العصابة، هو كان 20 سنة مرافق لعبد العزيز بوتفليقة، هو نصب حتى مهامه كان على رأس مجلس الأمة غير دستورية في الحقيقة لأنه نصب لأكثر من عهدتين، اليوم هو رئيس مجلس، هو رئيس الدولة بالفعل بتطبيق المادة 102 من دستور العصابة هذه العصابة، والآن الشارع سيواصل حراكه وسنواصل ضغطنا إلى رحيل كل هذه العصابة، فلا يمكن الرجوع إلى الوراء حتى يرحل جميع وجوه هذه العصابة وندخل في مسار تأسيسي جديد في الجزائر، بمعنى خارج الدستور. بالطبع خارج الدستور، لأن الدستور ألغي من طرف عبد العزيز بوتفليقة، يعني لما أمضى تأجيل الانتخابات فكانت هنا خروج من الدستور، لأنه لا يوجد أي سلطة قانونية ولا أي مادة دستورية تسمح لرئيس الجمهورية أنه يلغي الانتخابات ويخرج من الدستور والآن هذا ما قام به المرحلة الانتقالية أيضا خارج الدستور وخارج الشرعية، كيف سنديرها أيضا؟ لا، هي يمكن أن تدار المرحلة الانتقالية عن طريق يعني توافقات سياسية، لكم اليوم يعرف في الكل أنا في الجزائر تعلم أنه لم تحدث هذه التوافقات السياسية حتى بالنسبة لشخصية عبد القادر يعني الآن بن صالح، يعني صعب تحقيق هذه التوافقات السياسية، والمسألة هي مسألة وقت، الاقتصاد الجزائري لا يحتمل. بالطبع فيه مشاكل يعني في الاقتصاد والوقت، يعني لهذا نحن نطلب بالتعجيل في الدخول المرحلة الانتقالية، لأن بن صالح وكل هذه الرموز يعني فقد الثقة تماما، الشعب فقد الثقة تماما فيها، فلا يمكن اليوم أن نثق في بن صالح وغيره من الوجوه هذه حتى في المرحلة الانتقالية. فيمن نثق؟ اليوم كاين هدة الجزائريين يمكن نثق فيهم في أسماوات كثيرة، كاين اسم جميلة بحيرة، فيه اسم اليمين زروال يروي يعني يدور، فيه عدة أسماء من الجزائريين يمكنهم أن يقودوا مرحلة انتقالية عن طريق توافق. احنا في على مستوانا في جيل جديد قدمنا ورقة طريق منذ 10 مارس، ونشاهد أن في النقاشات التي تحدث في الجزائر في ساحة سياسية أن في شبه إجماع على ورقة طريق هذه، أن نروح إلى مجلس رئاسي، من بعدها يمكن أن ننظم انتخابات عن طريق لجنة مستقلة تماما، إصلاح القضاء يعني استقلالية القضاء، منح للصحافة الحرية تماما، من بعدها يمكن أن نمر إلى يعني نجري كل الإصلاحات الممكنة في ظرف قياسي ونذهب بعد ذلك إلى انتخابات رئاسية. نعم، هذا هو بالتحديد، يعني احنا طالبنا قلنا أن المرحلة الانتقالية من
أشهر إلى سنة، يعني لا يمكن أن تتجاوز ذلك، وهذه ممكن يعني تطبيقها، لأن كل الجزائريين يريدون أن يعودوا إلى الشرعية يعني في الحقيقة، ولا يريدون أن يبقوا خارج الشرعية. اليوم الدستور، نحن نعتقد أن الدستور يعني ملغى من جانبه بما يمنح الصلاحيات السياسية للمؤسسات، فهو ملغى ولا يمكن أن نطبقه، لأن في كل حالة احتمالات المادة 102 تؤدينا إلى أحد من أفراد العصابة اللي كانت بالأمس، وأحد وجوه النظام السابق، لهذا هو مرفوض. وفي نفس الوقت هل تكترثون لسلامة الانسجام الاجتماعي وسلامة البنية التحتية الجزائرية، أم هذا شيء ثانوي بالنسبة لكم؟ لا، ليس شيء ثانوي في الحقيقة. اليوم الشعب أبدأ يعني منذ 22 فبراير يعني الحديث باسم الشعب يعني لا. أنتم أتحدث عن مخططكم، عن ثقافتكم في حزب بالطبع جديد. ولكن لا يمكن أن نلغي الشعب ولو يعني ما ولكن لا أن أتحدث باسمه، أنا لا أتحدث باسمه، ولكن ما نلاحظه أن منذ 22 فبراير أن الشعب الجزائري خرج في مظاهرات سلمية حقيقية، ولم يحدث أي تجاوز، يعني حتى زجاجة ما انكسرت ولا سيارة ولا أي شيء من هذا القبيل. يعني بناء على هذه المعطيات، وفي عدة جمعات وهو يخرج بناء على هذه المعطيات، أعتقد أن الشعب متمسك بالسلمية. هذا راجع لنضال تراكمي يعني منذ 30 سنة، وتعرف أن الشعب الجزائري يعني مر بعشرية سوداء ولا يريد أن يكرر ذلك، فهو متشبث أكثر من السلطة الحالية بالسلم والاستقرار واستقراره. أعتقد أن الشعب الجزائري يرفض هذه العصابة ويريد تغييرا جذريا حقيقيا، ولا يمكن بإصلاحات شكلية أو عند طريق وعود، يعني الإصلاحات العميقة في ظرف قياسي. نعم، إصلاحات العميقة، الإصلاحات العميقة التي تحتاجها الدولة. كاين مرحلتين. نحن نتحدث عن الإصلاحات التي تسمح بتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة. هذه انتخابات في نظرنا يعني فيها ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هو لجنة مستقلة تماما للتنظيم والإشراف على الانتخابات، بعيدا عن الإدارة، بعيدا عن النظام الذي توغل في الإدارة. لكن عمليا الإدارة هي التي ستنفذ هذه الانتخابات. لا، إن كان نظمنا لجنة مستقلة تماما، وهذا يعني تجربة حدثت في العالم، أكثر من 120 دولة لها لجنة مستقلة تماما بعيدة عن الإدارة، بعيدا عن الداخلية، عن وزارة الداخلية. ولكن هذه اللجنة ستستعمل الجوانب اللوجستيكية للإدارة الجزائرية. بالطبع يعني ستستعمل الجوانب اللوجستية للدولة الجزائرية وليس الإدارة، يعني فيها يعني كان يوجد تركيبات كيف يمكن أن ننظم يعني لجنة مستقلة تماما. نروح إلى تحرير القضاء تماما، يعني نشوف اليوم أن القضاء ما زالوا يعني يصير بالهاتف، أو يعني عدالة الليل كما نسميها احنا. يعني في هذا الظرف القياسي كيف نحرر القضاء؟ من 6 إلى 12 عن طريق قوانين واضحة، يعني حتى القضاة لا يعينون من طرف السلطة التنفيذية. هذا إجراء يمكن أن يحرر القضاء، يعني القضاء يعينون عن طريق مجلس الأعلى للقضاء، هو الذي ينتخب هؤلاء القضاة، وهو يكون ممثل في هذه اللجنة المستقلة حقيقة. إذا تكلموا على الصحة، إذا تكلموا حرية الصحافة، يوجد يعني قانون الإشهار الذي هو يعني ملغى منذ 99 في الجزائر، الذي يسمح بتحرير الإشهار العمومي، اللي يخلي أن وسائل الإعلام الجزائرية أنها تتحرر تماما من التبعية. تعرف اليوم أنا في الجزائر كيف تسير قنوات الإعلامية، هي عن طريق الإشهار العمومي، يعني من يتكلم ويخرج خطه السياسي أو خطه الافتتاحي يخرج على الخطة العصابة وخطة النظام، يعني تقفل عليه الإشهار ويقفل عليه الرزق ويجد نفسه يعني أقصد في ظرف قياسي هل بإمكاننا أن ننجز كل الذي تحدثت عنه؟ طبعا هو ممكن تماما، من 6 إلى 12 شهر ممكن تماما إنجاز هذا، خاصة هو أين يعني المشكل في المراحل الانتقالية، هو عندما لا يكون توافق سياسي بين طبقة سياسية. اليوم وهذا التوافق لا غير موجود، أنت تعرف ده. لا، هذا موجود مع، ليس موجود مع عصابة النظام، ولكن مع الطبقة السياسية الأخرى والمجتمع المدني موجود هذا التوافق، يعني موجود، كانت فيه محادثات منذ سنوات، يعني نذكر أنا فقط أنا الآن، أنا أقصد الآن، حتى الآن نعم وصلنا إلى هذا كل يعني متفق أن الشعب الجزائري يطلب بمرحلة انتقالية، وهذا مطلب شعبي مروش فقط مطلب. هذا لم نسمعه، يعني هل هناك من يقود هذا الحراك ويقول أننا توصلنا إلى إجماع بأننا نطالب بمرحلة انتقالية؟ لا. هل هذا وارد طبعا، مش هو اللي يتكلم باسم الحراك، إحنا في جيل، على مستوانا في جيل جديد، نرفض أن يكون هناك تمثيل للحراك، لأن الحراك خرج كل الشعب الجزائري. ولكن أنت تتحدث باسم الشارع. لا ما تحدث باسم الشارع، لا ما تقونيش ما قلت، ما لم أقول. نعم. لا أتحدث باسم الشارع، أنا أقول أن الطبقة السياسية من معارضة ومجتمع مدني متفقة حول 90% حول ورقة الطريق واضح، أننا نروح إلى مرحلة انتقالية. هو مرفوض أن اليوم يقودنا بن صالح أو يقودنا بالعيز رئيس المجلس الدستوري، لكن في أسماء أخرى. نعم، فيه أسماء واحدة أخرى، ولكن هؤلاء دستوريا إن طبقنا المادة 102 فهو الحكم يعود لهم. اليوم بن صالح نصب رئيس دولة، هذا الشيء مرفوض ومرفوض تماما من الشعب. عبره اليوم يعني خروج طلبة بالآلاف، مئات الآلاف طلبة عبر كامل التراب الوطني رفضوه، وسيكون هناك رفض عارم بالجزائر، سيخرجون بالملايين. نعم. أما قضية التمثيل الشعبي، فهنا نتكلم على 22 مليون جزائري في تيارات عديدة لا يمكن أن يمثلون من حزب أو جهة سياسية. أمين عريب من حزب جيل جديد، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا.
وبالعودة إلى استوديوهاتنا المركزية في لندن. شكرا لك كمال، وشكرا أيضا موصول لضيفك. إلى السودان الآن، حيث يواصل المحتجون السودانيون الاعتصام أمام مقر القيادة العامة لقوة الشعب المسلحة في العاصمة الخرطوم لليوم الرابع على التوالي، رغم محاولات فض الاعتصام ليلا من قبل قوة مجهولة الانتماء، رجح مراقبون تبعيتها لقوات الظل التابعة للحركة الإسلامية في السودان. إلى ذلك دعت المعارضة السودانية الجيش إلى إجراء حوار من أجل ترتيب انتقال سلمي للسلطة. للمرة الثانية على التوالي يتصدى الجيش السوداني لقوات الأمن أثناء محاولتها فض اعتصام لآلاف المتظاهرين المطالبين بتنحي الرئيس عمر البشير أمام مقر وزارة الدفاع في العاصمة الخرطوم. نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع فيديو تظهر ذلك جليا. كما أظهرت مقاطع الفيديو التحام المتظاهرين بقوات الجيش. قيادة الجيش السوداني أكدت أنها ترفض التعامل بعنف مع المتظاهرين، كما شدد عوض محمد أحمد بن عوف نائب الرئيس السوداني وزير الدفاع على أن القوات المسلحة صمام أمان للبلاد ولن تفرط في وحدته وأمنه. هذه الحكومة كما أوضحت المذكرة ليست لديها قدرة. تجمع المهنيين السودانيين أكد بدوره أن الشرطة حاولت تفريق الاعتصام بقوة السلاح وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى مقتل بعض المعتصمين وجرح عدد آخر منهم عسكريون. وزارة الداخلية من جهتها أكدت مقتل 7 متظاهرين وإصابة 57 آخرين خلال التظاهرات الأخيرة. ودخلت الاحتجاجات في السودان شهرها الرابع وبدأت منددة بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بتنحي البشير. وفي تصريح خاص للتلفزيون العربي أشاد رئيس حزب الأمة القومية المعارضة صادق المهدي بالمتظاهرين السودانيين ضد نظام عمر البشير، وقال المهدي إن الموقف الذي اتخذته عناصر القوات المسلحة بحماية المعتصمين قرب مقر قيادة الجيش موقف وطني. ببساطة شديدة أنا بنبه لأننا نركز شديد على كل أعمال العنف ضد المعتصمين، وبعمل إشادة كبيرة جدا للمعتصمين باعتبار أنهم يعني أثبتوا شجاعة وأثبتوا كذلك عبقرية في الإشادة بمارسوها، فبنعمل إحنا مجهود كبير كذلك نركز على الإشادة العسكريين اللي دعموا موقف بتاع المعتصمين باعتبار ده موقف وطني بليغ عن قومية القوات المسلحة. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم الدكتور نور حمد الأستاذ والأكاديمي، كما ينضم إلينا في الأستوديو عباس حسن أحمد أمين أمانة الإعلام بالجبهة الوطنية العريضة. مرحبا بك دكتور، مرحبا بك أستاذ عباس. أيضا أبدأ معك الدكتور بهذه التطورات المتسارعة هناك في السودان، اعتصام أمام القيادة العامة للجيش، الجيش يحمي المتظاهرين ودعوات من المعارضة للحوار مع الجيش، كيف فتتابعون هذه التطورات وهل الاعتصام أيضا لا يزال مستمرا الآن؟ شكرا جزيلا. أنا أعتقد أنه الاعتصام الأخير نقل الحراك الذي ظل يجري منذ ديسمبر 2018 إلى نقطة جديدة تماما، فيبدو أنه الحراك يعني تراكم ووصل إلى
إلى تحقيق ما يسمى في الأدبيات السياسية بالكتلة الحرية، لأن الذين تظاهروا في اليومين الماضيين في الشوارع الفسيحة المحيطة بمجمع القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم يعني يقدروا بما يزيد عن 1,000,000، هذا على أقل تقدير. وأنا أعتقد أن هذا التجمع لم يحدث في أي ثورة عربية أخرى بهذه الصورة وبهذا الحجم يعني. ولذلك الوضع الآن أصبح في غاية الخطورة، وأعتقد أن تدخل الجيش لحماية المدنيين في اليومين الماضيين، لأنه حصل اقتداءين في ليلتين على المتظاهرين الذين يسترشون ويجلسون على الأرصفة حول مبنى القيادة، هذا يعني وفر كثير جدا من الأرواح. كان يمكن أن تحدث مجزرة التي حدثت في رابعة العدوية. ولا وأعتقد إلى الآن لا يزال الوضع مستقيم، وهو يحتاج إلى حكمة عالية جدا، ويحتاج من النظام أن يفهم أن كل الحيل القديمة التي تتعلق بشراء الوقت يعني رفع شعار الحوار قد فات أوانه. على النظام أن يفهم. دكتور نور حمد، دعني أعود بهذه النقطة للأستاذ عباس حسن أحمد. على النظام أن يفهم وأن لا يذهب في سياسة ربح الوقت، ولكن المعارضة ترفض الحوار مع النظام، وفي نفس الوقت تريد الحوار مع الجيش لترتيب مرحلة انتقالية. عمليا كيف يمكن تطبيق ذلك؟ نعم، نحن في الجبهة الوطنية العريضة وفي الحزب الاتحادي العهد الثاني المعارض وفي التجمع الاتحادي المعارض، نحن مبدأنا الأساسي هو إسقاط النظام. وكل القوى الآن وقع على إعلان الحرية والتغيير بما فيها قوى الإجماع الوطني ونداء السودان وكل المنظمات المجتمع المدني تعاهدت وتواثقت على اللا حوار مع النظام. والحوار مع النظام يعني خط رجعة وخيانة للثورة وخيانة للشهداء، فلا حوار أبدا مع النظام. النظام الآن يطالب بالحوار ويتحدث عن انتخابات، وهذه أوهام. الآن نحن وصلنا مرحلة حقيقة في اللحظات الأخيرة لحسم الثورة. نحن حقيقة الآن الجيش يحمي الثوار. الجيش الآن ممكن أن نعلم بأنه قد انشق تماما القيادات العليا. أليس من السابق لأوانها القول بأن الجيش قد انشق على هذا ما حدث فعليا؟ القيادات العليا اشتراها البشير بالمناصب وبالمال وباعت ذمتها، وموقفها مخزي جدا، وأعني وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان وغيره. أما الرتبة الصغيرة الآن هي الآن تحمي الشعب، والآن قوات الأمن تضرب ضباط الجيش وعناصر الجيش. والآن يعني كل الرتبة الصغيرة من رتبة عقيد فما دون هم الآن انحازوا إلى الشارع. قد يكون بعضهم لم يعلن هذا الموقف، ولكن الآن الجيش حقيقة هو من يحمي الثوار. نحن الآن ممكن إلى حد ممكن نريد فقط من الجيش أن يعلن أو يحرر شهادة وفاة النظام، ومن ثم تنتقل السلطة عبر الجيش إلى سلطة مدنية لحكومة انتقالية. ولا بد للجيش أن يقوم بهذه الخطوة. أعود إلى الدكتور نور حمد. الجيش يحمي المتظاهرين، ولكن هل من الممكن الحديث عن انشقاق الجيش كما يقول ضيفنا هنا في الأستوديو؟ هل من بوادر لذلك؟ هناك بوادر، لكن لا أعتقد أن الأمر وصل إلى الدرجة التي يمكن أن يزيح الجيش قيادته ويزيح الرئيس البشير. أنا أعتقد ده من السابق لأوان، وقد يحدث، لكن أنا لا أعتقد أنه هذا حصل. أيضا موضوع الحوار، أعتقد أنه الحوار يعني لابد أن يعني أنا لا أقف مع الحوار كما يرفعه النظام. أعتقد أن النظام ظل باستمرار بيرفع شعار الحوار لشراء الزمن وللتسويف ولجعل الأمور كما هي تستمر كما هي عليه. أنا أعتقد أن النظام لا يملك شيء ليفعل في الواقع الموضوعي، والشراك ده نشأ من أزمات طاحنة جدا في الوقود وفي العملة وفي كذا، والبلد في حالة انهيار عام. ولذلك ليس لديه ما يفعله، يعني شراء للوقت لا معنى له. لكن بيبقى أنه في النهاية الجيش، حتى المتحدث يعني المشارك في هذه الحلقة بيتحدث عنه أن الجيش يزيح النظام ويشرف على فترة انتقالية. هذه نفسها فيها إشكاليات، يعني لابد أن يكون الحراك عنده ممثلين ليجلسوا مع جهات ليصلوا إلى اتفاق
يفكك الأزمة تفكيكا سلسا، ويعني الحوار بهذا المعنى مطلوب، مش الحوار كما ترفعه السلطة. نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور نور حمد الكاتب والأستاذ والأكاديمي، كنت معنا من الخرطوم. أعود إلى الأستاذ عباس حسن أحمد في الأستوديو. تعولون على الجيش، ولكن أليس الجيش هو جزء من هذا النظام؟ البشير نفسه ينحدر من هذا الجيش، ولا هل أنتم ربما بانتظار سوار الذهب جديد حتى يقوم بالإشراف على مرحلة انتقالية ومن ثم تسليم السلطة؟ مؤسسة القوات المسلحة هي واحدة من المؤسسات التي ظلت تتعرض لضرب ولإهمال شديد جدا من قبل النظام، والنظام أصلا لا يثق في الجيش، والآن تحولت يعني هذه المؤسسة أو قياداتها إلى مؤسسة حزبية سياسية وغير موثوق فيها البتة. لذلك عمد النظام على إنشاء قواته الخاصة، وهي قوات الدفاع الشعبي وقوات الأمن الشعبي. الآن من يتولى الدفاع عن النظام هو قوات الأمن، هي قوات الأمن الشعبي وكتائب الظل، وهي تتبع للنائب الأول النائب السابق لرئيس الجمهورية علي عثمان، وتتلقى تعليماته منه مباشرة. والآن هذه القوات تمارس أبشع أنواع العنف والقتل ضد الثوار المدنيين. هل ستدخل هذه القوات على المواجهة في الفترة المقبلة؟ دخلت منذ أكثر من يوم. الآن النظام حاول عدة مرات فضل اعتصام بالقوة، ولكنه حتى الآن فشل. استخدم قوة مفرطة جدا، استخدم الرصاص الحي. نعم. سقط أكثر من 20 شهيدا، إجمالي عدد القتلى وصل إلى أكثر من 80 قتيلا. الآن النظام أيضا لديه على السوشيال ميديا لديه كتائب تسمى بكتائب الجهاد الإلكتروني. نعم. هذه الكتائب الآن بدأت تنشر أخبار كاذبة جدا عن الثوار، وبدأت يعني تنشر صور وفيديوهات مغلوطة وتشوه سمعة الثوار المعتصمين داخل الميدان، وبدأت الآن تمارس أعمال عدائية في الأحياء السكنية. نعم. لصرف انتباه الثوار وإخراجهم من دائرة الاعتصام. شكرا جزيلا لك عباس حسن أحمد، أمين أمانة الإعلام بالجبهة الوطنية العريضة. قررت الأمم المتحدة إرجاء الملتقى الوطني بين الأطراف الليبيين الذي كان يفترض أن يعقد في منتصف نيسان أبريل، وذلك إلى أجل غير مسمى بسبب المعارك جنوب طرابلس. ويعقد مجلس الأمن الدولي أيضا اجتماعا طارئا غدا لاحتواء التصعيد العسكري الذي تخشى دول أوروبية أن يكون تهديدا لأمنها، كما تخشى أيضا أن يفتح الباب لموجة هجرة جديدة إضافة إلى تضرر إيراداتها من النفط الليبي. تعثر تقدمه على الأرض فاستهدف مطارا مدنيا. استعاض حفتر إذن عن فشل تحركه العسكري بمحاولة بدت طائشة لزعزعة أمن طرابلس، ترافق ذلك مع إحكام قوات حكومة الوفاق سيطرتها على كامل الحزام الجنوبي للعاصمة. من المنظور العسكري قوات حفتر لم تحقق أي خروقات أساسية تحسب لها حتى هذه اللحظة، وجميع ما يقوم به من هجمات هي هجمات عشوائية لا تتفق مع ما عرف في العلوم العسكرية من قواعد الهجوم والدفاع والمطاردة إلى آخره. إلى حد وبالنسبة لقصفه لمطار معتيقة، هذا قصف عشوائي لا قيمة له على الإطلاق من الناحية التكتيكية، فهو لم يهاجم أي هدف عسكري وإنما هاجم مطارا مدنيا، وكانت وحتى الضربة ما كانش دقيقة. تعثر تقدم حفتر وتراجع قواته كان مشفوعا بتغير الموقف الدولي. لندن وبرلين وواشنطن أصبحت تطالب بوقف العملية العسكرية، أما باريس فكثفت سفيرتها في ليبيا بياتريس دولان لقاءاتها مع مسؤولي حكومة الوفاق للتبرؤ من أي دعم خفي لهجوم حفتر على العاصمة. الحقيقة في البداية الموقف الدولي كان ردوده ليست كافية، مراقبين جميعا ليبيين وغيرهم، إلا الموقف الإيطالي كان من البداية واضحا، لكن في خلال الأيام الأخيرة صار تطور، وخاصة في الموقف البريطاني والصحف البريطانية جميعا مستقلة والتابعة للحكومة والمعروفة محسوبة على الحكومة،
بدأت تصفه بالمارق وتطور. الموقف الأمريكي انتقده ولكنه ليس كافيا بحجم الولايات المتحدة. الفرنسيس أعلنوا براءتهم من هذا الموضوع وأن ما عندهمش أجندة معروفة وأنهم ضد هذا العمل. تواصل المواجهات العسكرية بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق جعل من أمر انعقاد الملتقى الوطني الجامع المقرر منتصف هذا الشهر أقل أهمية. أكثر المسؤولين الليبيين مرورة بات يرى في حفتر طرفا عسكريا معاديا لا شريكا في الحوار. أمراني اعتمد عليهما حفتر في هجومه على طرابلس، الأول عنصر المفاجأة والثاني تراخي الموقف الدولي. الأول سقط في أولى أيام الهجوم، أما الثاني فتحول من الدعوة إلى ضبط النفس إلى المطالبة بإيقاف عمليته العسكرية. صار واضحا أن الوقت لم يعد في صالح حفتر. خليل خلاي العربي، طرابلس، ليبيا. بعيد إقفال صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، أظهرت استطلاعات الرأي أن النتائج متقاربة جدا بين لائحتي زعيم حزب الليكود اليميني ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والجنرال العسكري السابق بيني جانتس الذي ينتمي إلى ائتلاف أبيض أزرق الوسطي. وفي حال فوز نتنياهو لفترة خامسة فإنه يصبح أكثر رئيس وزراء بقاء في هذا المنصب. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الناصرة مراسلنا فهمي الشتيوي. فهمي، إلى ماذا تشير النتائج الأولية حتى الآن في هذه الانتخابات وأيضا نتائج الأحزاب العربية والقوائم العربية في هذه الانتخابات؟ نعم جمال، يعني حتى الآن هنالك استطلاعات للنتائج في القنوات المختلفة الإسرائيلية. ربما أكثر الاستطلاعات قربة للواقع هو استطلاع لقناة القناة الثانية عشر العبرية التي رجحت أن يكون حزب كحول لافان يملك 37 مقعد في الكنيسة القادم و 33 مقعد لبنيامين نتنياهو بحزب الليكود اليميني المتطرف. نحن نتحدث أيضا على إنجاز كبير في الشارع الفلسطيني الذي أحرز اليوم بستة مقاعد لكل من تحالف الموحدة والتجمع وأيضا الجبهة والعربية للتغيير. ومعي هنا أيضا المرشحة الرابعة سيدة هبة يزبك عن تحالف الموحدة والتجمع. سيدة هبة، يعني كيف تقرؤون هذه النتائج الأولية أو ربما استطلاعات النتائج الأولية؟ نعم، الاستطلاعات تشير يعني لنتائج جديدة نوعا ما. نحن نتوقع يعني أنه إذا كانت هذه هي الاستطلاعات الأولية أن تكون أيضا النتيجة على أرض الواقع هي يعني أكثر إيجابية وأكثر لصالحنا في التحالف. يعني إعطائنا ستة مقاعد لتحالف الموحدة والتجمع هو أمر يعني في غاية يعني هو أمر جيد نعتبره أمر جيد وإنجاز في ظل يعني محاولة نشر الإحباط في داخل المجتمع الفلسطيني اتجاه قيادات الفلسطينية واتجاه أعضاء الكنيسة العرب واتجاه الانتخابات كانتخابات وجدوى الانتخابات. يعني واضح أنه هنالك مشروع أيضا من قبل الدولة لإحباط المجتمع الفلسطيني عموما يعني بالعمل السياسي عموما، وهذا يتجلى أيضا في الانتخابات. ولكن بالنهاية يعني لا يصح إلا الصحيح، وجمهور المنتخبين من قبل الفلسطينيين في الداخل خرجوا للتصويت لدعم الأحزاب العربية الوطنية. يعني رغم نشكر السيدة هبة يزبة، شكرا على هذه المداخلة. يعني رغم جمال كل محاولات التحريض الذي قام به الشارع اليميني نحو الشارع الفلسطيني ومحاولة قمع يعني هذه الانتخابات ودس كاميرات خفية في صفوف أو في صناديق الاقتراع المختلفة في الدول عفوا في البلدات والقرى العربية، إلا أنها يعني في دقيقة 90 كما يقال قام الشارع الفلسطيني بالذهاب وهرول إلى صناديق الاقتراع واستمع إلى نداءات الأعضاء العرب من الأحزاب المختلفة العربية، لأنه كان هنالك مخطط يعني ممنهج تجاه هذه الأحزاب تريد يعني إسقاط واحدة من بين هذه الأحزاب جمال للتربع على كنيسة ذي غد
الغلبية من قبل نعم. اليمين المتطرف. شكرا شكرا لك. من الناصرة مراسل التلفزيون العربي فهم شتي. وللمزيد من المتابعة حول حظوظ الأحزاب العربية في هذه الانتخابات ينضم إلينا من أم الفحم عبر خدمة سكايب الكاتب المختص بشأن الإسرائيلي نضال وتد. مرحبا بك أستاذ. قراءتك بداية لمؤشرات أو نتائج الأولية حسب استطلاعات الرأي لهذه الانتخابات وحظوظ الأحزاب العربية. هناك حديث عن إمكانية تحقيق 6 مقاعد على الأقل في هذه الانتخابات. في الواقع نحن نتحدث ليس عن استطلاعات وإنما عن عينة تلفزيونية، حيث قامت الشبكات الثلاث الرئيسية بوضع صناديق اقتراع في نحو 60 مركز اقتراع، والنتائج التي ذكرتموها هي بالأساس تتحدث عن نتيجة القناة 12، ولكن للأسف هناك القناة الأولى كان والقناة 13 لا تعطي تحالف التجمع والقائمة الموحدة الحركة الإسلامية اجتياز نسبة الحسم، وبالتالي هناك نوع من التخوف في مسألة عدم تمكن القائمة من اجتياز نسبة الحسم. ولكن يعني ربما في الساعات القادمة، لكون هذه العينات تركز بالأساس على البلدات الإسرائيلية اليهودية، ربما من الواضح أن القائمة الموحدة للتجمع والقائمة العربية الموحدة ستجتاز نسبة الحسم. هذا هو الأمل، لأن عدا ذلك يعني كارثة عمليا بأن يتراجع طيب التمثيل العربي، كارثة أن يتراجع التمثيل العربي في الكنيسة. ولكن لذلك ربما أسباب، إن وقع هناك مقاطعة للانتخابات أو تهديد لمقاطعة هذه الانتخابات من طرف الشارع الفلسطيني، وأيضا الأحزاب العربية لم تترشح في لائحة موحدة كما حدث في المرة الماضية. هي حركة المقاطعة يجب أن نوضحها للمشاهد العربي. هناك مجموعات تقاطع بشكل دائم لأسباب أيديولوجية، وهي الحركة الإسلامية الشمالية التي حضرتها الحكومة الإسرائيلية برئاسة الشيخ رائد صلاح، وحركة أبناء البلد. ولكن هناك تراجع من 64 إلى نحو 50% هذا العام بسبب استياء الناس من تفكيك القائمة المشتركة، والتي كان المبادر إلى تفكيكها عضو الكنيسة أحمد طيبي بشكل واضح، وبالتالي التحالف مع قائمة الجبهة على انفراد وتحالف التجمع والقائمة العربية الموحدة. نحن نقول إن هذه العينات التلفزيونية غير صادقة، وهي عادة لا تأخذ بالحسبان مثلا أصوات الجنود التي توازي 8 مقاعد في الكنيسة. نعم. كل شيء في الساعات القادمة، مع كل ساعة، مع كل فرز لصندوق اقتراع مركز اقتراع جديد، ستتغير النتائج. نعم. عبر العينات التلفزيونية تكون بشكل عام قريبة إلى الواقع فيما يتعلق بالأحزاب اليهودية،
لأنها بطبيعة الحال تكون أغلبية هذه الصناديق في المجتمع الإسرائيلي، وعادة يترك صندوق أو اثنين للوسط العربي وهما لا يمثلان. لذلك مثلا وجدنا أن القناة 12 أعطت قائمة التجمع 6 مقاعد، ولكن القناة كان البث، القناة المركزية البث العام كان، والقناة 13 قالت إن القائمة لا تجتاز نسبة الحصة. نعم. على كل حال عملية الفرز لا تزال متواصلة، وكما تفضلت يعني الساعات المقبلة سوف تكشف أكثر النتائج وأكثر وضوحا لهذه النتائج. ولكن لو نعود للانتخابات بحد ذاتها، المعلومات متضاربة الآن بين ما يقول بأن كانتس يتقدم ونتنياهو أعلن فوزه وقال أنه سيبدأ بتشكيل الحكومة، ولكن سواء يعني سواء فاز نتنياهو أو كانتس، ما الذي سيتغير؟ كيف سينعكس ذلك على السياسة الإسرائيلية داخليا وخارجيا؟ أولا يعني فرص الجنرال جانتس ضعيفة جدا، خاصة أنه لا يملك ائتلاف واسع في اليمين. في المقابل واضح أن نتنياهو حتى في حال تراجع حزبه عن حزب جانتس بمقعدين أو 3 مقاعد يملك ائتلاف يميني واسع، وهذا ما يملكه جانتس لأنه لا يستطيع أن يتحالف مع الأحزاب العربية على فرض أن الحزبين فازا في الانتخابات. وفي حال فاز الحزبين ب10 مقاعد مثلا، فإن جانتس لن يملك ائتلاف يتمتع بتأييد 61 مقعدا، وبالتالي هناك احتمال أيضا بأن يتجه جانتس ونتنياهو إلى حكومة وحدة وطنية. في كلتا الحالتين لن يكون هناك أي تغيير على صعيد الملف الفلسطيني والصراع العربي الإسرائيلي. فنتنياهو يعلن أنه وفق تصريحاته في اليومين الماضيين يعارض إقامة دولة فلسطينية، وأنه لن يعيد مناطق فلسطينية لسيادة فلسطينية. في المقابل فإن جانتس الذي يتحدث عموما عن الانفصال يقول أنه في الوقت الحالي ينبغي على إسرائيل أن تعزز الاستيطان في الكتل الاستيطانية، وأن تعزز وجودها في غور الأردن، وأن تبقي على هضبة الجولان وعدم الانسحاب منها. وبالتالي جانتس يعني في أحسن السيناريوهات إذا اعتبرنا ذلك حسنا يتحدث عن تسوية إقليمية مع الدول العربية وفق مخططات يعني كان نتنياهو يتحدث عنها. الإثمان يعني لن يبادر إلى التخلي عن مواقفنا اليمينية والقبول بدولة فلسطينية. قال خلافا لما يتصور أحيانا بالعالم العربي هو حزب يميني صرف، وهو يعلن ذلك وأعلن ذلك أكثر من مرة في الانتخابات أن حزبه الجديد وحزب الليكود التقليدي، وأنه حزب اليمين وليس حزبا وسطيا أو يساريا. شكرا لك نضال وتد، الكاتب المختص بالشأن الإسرائيلي، كنت معنا من أم الفحم عبر خدمة سكايب. دخل الأسرى في سجون الاحتلال في يومهم الثاني من الإضراب عن الطعام بعد فشل الحوار مع إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية. وكان ممثلو الأسرى قد خاضوا مفاوضات مع إدارة المعتقلات يطالبون فيها بإزالة أجهزة التشويش ووقف الاقتحامات المتكررة لوحدات القمع ووقف سياسة العزل والإهمال الطبي. للمزيد تنضم إلينا من غزة نهد الفاخوري، مديرة مكتب إعلام الأسرى. وأستاذ نهد عفوا مرحبا بك، مدير مكتب الإعلام إعلام الأسرى من غزة. معركة الأمعاء الخاوية لا تزال متواصلة، بداية كيف هو وضع الأسرى في السجون وآخر المعلومات المتعلقة بالإضراب؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية لكم وللسادة المشاهدين، كما نرسل تحياتنا إلى الأسرى الأبطال داخل سجون الاحتلال. كما هو معلوم يعني حملة القمع الهمجية البربرية التي أقدمت عليها إدارة السجون من خلفها حكومة الاحتلال أتت يعني منذ وقت، ليست وليدة اللحظة، وإنما يعني في الآونة الأخيرة ازدادت الهجمة شراسة مع تركيب أجهزة التشويش التي ذكرتموها، مع منع من الزيارات، مع الإهمال الطبي وجملة قضايا عديدة لم تترك مجال للأسرى سوى أن ينتفضوا في وجه إدارة السجون ويدافعوا عن أنفسهم ويدافعوا عن كرامتهم. ما حدث مؤخرا في سجن النقب يعني قبل الإضراب بأسابيع قليلة
أو أيام قليلة. يعني هناك جريمة حقيقية ارتكبت في سجن النقب بحق الأسرى قسم 4 تحديدا، عندما تم اقتحام القسم من قبل يعني وحدات إدارة السجون ووحدات القمع، وعلى رأسها وحدة المتسادة سيئة السمعة والصيت التي تأسست في عام 2004 ودفها السيطرة والقتل. طبعا هناك يعني 140 أسير أصيبوا بجراح متفاوتة ومنها خطيرة، هناك حالات كسور، هناك يعني تكسير في الأسنان، وكل هذه الإصابات يعني كلها تقريبا لم يتم علاجها، والقسم مغلق إلى الآن، ممنوع من زيارة المحامين، ممنوع من زيارة الصليب الأحمر، ممنوع لأي أحد أن يدخل أو يخرج إلى القسم. وعلنا نشاهد هذه الصورة للأسير يعني السلايمي من الخليل، أطلق سراحه بعد أيام من القمع، تعرض لإصابات كما تشاهدون. هذه الإصابات طبعا بعد أسبوع يعني من القمع، وبالتالي يعني هذه صورة حية شاهدة على قمع الاحتلال، وبالتالي أقدم الأسرى على خطوة الإضراب داخل السجون. هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها خوض إضراب عن الطعام، هل يعني ذلك بأن سلطات الاحتلال تضرب بعرض الحائط هذه المطالبة، وبالتالي هي ربما لا تسعى حتى إلى الاستماع أو الاستجابة لبعض من هذه المطالب؟ طبعا هذه ليست المرة الأولى التي يخوض فيها الأسرى الإضراب، على تاريخ الحركة الأسيرة هناك العديد من الإضرابات التي خاضوها، وهذا الإضراب يأتي في ظروف مختلفة الآن، الظروف السياسية مختلفة، الأوضاع الفلسطينية مختلفة، والوضع الإقليمي بشكل عام مختلف، لكن الأسرى قرروا خوض هذه المعركة للدفاع عن حقوقهم وعن الدفاع عن كرامتهم، طبعا يعني ظروف وتكتيكات مختلفة لدى الحركة الأسيرة. بدأ يعني قيادات الحركة الأسيرة وقيادات الهيئات القيادية العليا للأسرى داخل السجون بدأوا في الإضراب، والتحق بهم المئات من الأسرى الإضافيين كدفعة أولى يعني تم نعم. الترتيب لها، وهناك قوائم أسماء نعم. أخرى جاهزة ستدخل الإضراب تباعا نعم. نصف ما هو معد ومخطط من قبل الحركة الأسيرة. الوقت بإيجاز لو سمحت، يعني الحراك أو إضراب الجوع متواصل، ولكن في الخارج لا توجد يعني مساندة وتضامن كبير في الشارع الفلسطيني ومشاركات خجولة، كيف تفسر ذلك؟ الإضراب متواصل، هناك جهود تبذل من أجل يعني تدارك الأمر في داخل السجون كي لا تتفاقم أكثر. المطلوب هنا في هذه المرحلة تحديدا من المستوى السياسي الفلسطيني الرسمي أن يكون له موقف قوي واضح، أن يعني يعطي ملف الأسرى أولوية في هذه المرحلة نعم. ومن خلال استخدام كافة الأدوات المتاحة لدى الجانب الفلسطيني السياسي الرسمي. مطلوب من الشارع الفلسطيني أن يساند الأسرى، أن يعني يقف بجانبهم، وما خذلهم يوم من الشعب الفلسطيني شكرا. وكذلك لن يخذلهم اليوم في معاركه. وكلمة أخيرة للفصائل المقاومة الفلسطينية هنا، بالتأكيد سيكون لها دور وكما كان لها دور سابق، وهذه المسألة المهمة ومن شأنها أن تقصر أمد الإضراب نعم. وكما تحدث يعني قادة المقاومة هنا كان لهم كلمة، ويعني شكراً. بالتأكيد يعني سيكون دور فاعل حقيقي يساعد الأسرى ويعني يخفف عنهم الهجمة ويقصر أمد المعركة. شكرا جزيلا لك نهد الفخوري مدير مكتب إعلام الأسرى، كنت معنا من غزة. استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في البيت الأبيض اليوم، امتدح خلال اللقاء العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر قائلا إنها في أفضل حالاتها. هذا وكانت منظمات حقوقية وناشطون انتقدوا أوضاع حقوق الإنسان في مصر وتعهدوا بالضغط على أعضاء الكونغرس من أجل توجيه انتقادات أوضح للحكومة المصرية أثناء الزيارة. لم يكن أحد ينتظر غير ذلك، أجواء حميمية وتبادل للمديح وحديث عن علاقات مزدهرة. لدينا أمور كثيرة لمناقشتها، أمور عسكرية وتجارية. علي أن أقول بأن تقدما كبيرا حصل بطرق متعددة فيما يخص الإرهاب وقضايا أخرى تتعلق في مصر، إنه أمر رائع. خليني أؤكد فخامة الرئيس أن العلاقات فعلا في أفضل حالتها يمكن على مدار سنوات طويلة جدا مضت. في الخارج نطاق أمني واسع يمنع الاقتراب من البيت الأبيض. إجراءات أمنية مشددة فرضت في محيط البيت الأبيض أثناء وجود الرئيس المصري ولقائه مع ترامب. يتجمع المتظاهرون هنا في مكان غير بعيد عن مكان اللقاء.
الكلمات التي يصعب الهمس بها في مصر ترتفع هنا محاولة أن تصل إلى كل مكان. إحنا الوجه الآخر للمصريين في الداخل، إحنا المصريين في الخارج، إحنا زي ما الإعلام الكذاب بيوصل لهم إن دون ال 15 اللي واقفين هناك دول إن هم دول المصريين في الخارج، واليوم السابع عمال تقول المصريين في الخارج يستقبلون السيسي، إحنا الوجه الآخر. لو إحنا ما وقفناش الوقفة دي كل الإعلام وكل المصريين هيرحبوا بشرعية هذا الرجل. إحنا هنا بنأرق شرعية هذا الرجل، هو أصلا ملوش شرعية. لم يستطع مصور الاقتراب أكثر من أنصار السيسي، إذ اتهموه بالانحياز السياسي فقط لأنه كان يصور تظاهرة المعارضة، تهمة يعرفها المصريون جيدا. في عالم الانقلاب أي حد يقول كلمة حق يقول عليه إخوان، أي حد، أنت أي حد عايز حرية وعايز كرامة بيقول عليه إخوان. فيما عدا إشارة من الخارجية الأمريكية لبحث قضية المواطنين الأمريكيين المعتقلين في مصر، تجنب ترامب وإدارته أي ذكر لقضية حقوق الإنسان التي يقول هؤلاء إنهم لن يكفوا عن المطالبة بها. رافد جبوري، العربي، واشنطن. ختام وساعة الأخيرة، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.